ما تنوانت على واحد أدائنا يرحمنا ويرحمكم الله. أيها الإخوة، خلق الله تعالى الإنسان وجعله خليفة له في الأرض ليعمرها ويوحده جل وعلا، ثم يقبض روحه إليه لينتقل من دار الفناء إلى دار البقاء إلى جوار الملك جل وعلا. وكلنا على هذا الحال، صلاة الغائب على شهداء نيوزيلندا وعلى شهداء الموصل الذين قضوا إلى الله البارحة غرقا، فنسأل الله تعالى أن يرحمهم. وتشرع ومن مقاصدها الدعاء والاستغفار لهم والشعور بحال المسلمين في كل مكان، فادعوا الله تعالى لهم بصدق وإخلاص. صلاة الجنازة 4 تكبيرات: التكبيرة الأولى قراءة سورة الفاتحة، التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، التكبيرة الثالثة الدعاء للموتى، والتكبيرة الرابعة ثم السلام بعدها. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.